جمعتكم مباركة أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم. والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم وفيه نقرأ: أحمد علي عبد الله صالح يعزي السفير ضيف الله شميلة في وفاة نجله. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة في معارك وغارات جوية جنوب مأرب. ميليشيات الحوثي ترفض مطالب أممية وحكومية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. عقوبات أمريكية على قيادي حوثي بعد أيام من إجراء أممي مماثل. زادوا تنمرا على ستوكهولم، الحوثيون يهجرون 6500 من سكان الحديدة في أسبوع. الساحل الغربي أورد الآتي: من وزير الإعلام إلى الأمم المتحدة، خدعوك فقالوا إعدام 10 قتلى. لمأرب تغريدة ثبتها ياسر العواضي على حائطه وإلى الأبد. التهمت النيران مطعم الحمراء بتعز إثر هجوم مسلح ونقل عامل للعناية. صنعاء رتل من عشرات الأطقم والمدرعات في مهمة تطويق قبيلة همدان. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: شكلت خطرا على السفن التجارية وناقلات النفط، التحالف يعلن تدمير 220 لغما بحريا. قتلى حوثيون وتدمير أطقم وآليات عسكرية في معارك مستمرة جنوب مأرب. مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثي لسفارة أمريكا واعتقال عشرات الموظفين. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قائد عسكري حوثي. في موقع نيوز يمن نقرأ: التحالف 27,000 قتيل من ميليشيا الحوثي في معركة مأرب. الحوثي وداعشية الفكر المذهبي والسياسي ضد الخصوم، وفاة ياسر العواضي أنموذجا. بعد إحصائية التحالف، ميليشيا الحوثي تقر بمقتل 15,000 مسلح في مأرب. الجيش الأمريكي: إيران تواصل تهريب الأسلحة لعملائها في اليمن. موقع عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية: صادق دويد، اتفاقية ستوكهولم وضعت القوات المشتركة في موقف دفاعي وأعاقتها عن أداء دورها الوطني. الحوثيون يعترفون رمال مأرب ابتلعت 15,000 من مقاتلينا خلال أشهر. ميليشيات الحوثي تختطف 3 مدنيين بالحديدة. في صحيفة الشارع نطالع: ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل قرابة 15,000 من عناصرها في جبهة مأرب. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على القيادي الحوثي صالح الشاعر. رئيس المجلس الانتقالي يطالب بإعادة هيكلة الشرعية لتوحيد الجهود في مواجهة الحوثي، ويشدد على سرعة معالجة الوضع الاقتصادي. من الصحف العربية الشرق الأوسط: اتهامات للحوثيين بإعدامات ميدانية جنوب الحديدة. التحالف 27,000 قتيل حوثي في مأرب. في موقع الحدث الإخباري نطالع: مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثي لسفارة أمريكا واعتقال عشرات الموظفين. وأخيرا من سبوتنيك: أمريكا تفرض عقوبات على قائد عسكري كبير في جماعة الحوثي وتوضح أثرها عليه. مساء الخير يا مأرب. تحت هذا العنوان أورد الكاتب كامل الخوداني مقالا جاء فيه: منذ وصول مأرب لا يخلو يوم لقاء بقيادات مدنية وعسكرية، مشائخ، صحفيين، ناشطين ومواطنين وجنود. أقسم بالله لا أعرف من هو الإصلاحي أو المؤتمري إلا من كنت أعرف مسبقا. الكل على أكتافهم بنادقهم، الكل حديثهم عن الجبهات، عن خطر الحوثي، عن توحيد الصفوف، عن معركة مصيرية، لا شيء بحديثهم يوحي بانتمائهم الحزبي.
ربما توجد مماحكات حزبية وخلاف وجهات نظر، وهذه طبيعة أي محافظة حيوية غير مغلقة على طرف بعينه وتضم في تركيباتها كافة الأطياف والتوجهات. لكن الشيء الذي لا خلاف عليه هو الدفاع عن هذه المدينة والموت دفاعا عنها، ليس لانتمائهم لها، فالكثير من سكانها ومقاتليها ينتمون لمحافظات أخرى. لا توجد في قواميس هذه المحافظة أي شعار من شعارات الطائفية، حتى كأنك ترى على طاولة واحدة في صالة أو مطعم أو بين جدران أي مقيل اليمن الكبير بكل مناطقه وانتماءاته، ولهذا يقاتل الجميع للدفاع عنها. ولهذا لا نبالغ حينما نقول مأرب قلعة اليمن الكبير وحارس هويته وجمهوريته وكرامته. من بالداخل ومن بالجبهات لهم هدف وقضية واحدة لا خلاف بينهم، لأنهم يعلمون معنى أن تضحي بدمك وروحك في سبيل قضيتك، معنى مرابطتك المترس وسكنك الجبهة، معنى مغادرتك منزلك وبكتفك سلاحك لا تدري هل تعود لأطفالك أم لا، معنى احترام تضحيات الآخرين وتعبهم ومعاناتهم التي يتشاركها الجميع. وحده الخلاف يسكن مقاهي شوارع عواصم الشتات وغرف نوم سماسرة الأرض بالدول العربية والأوروبية. أما بالداخل فالجبهات مصير واحد يجمع قياداتها ومقاتليها قبرا أو نصرا، والمدن معاناة وجوع وقهر وظلم واحد يجمع سكانها. لم يعد هناك شيء يختلفون عليه، لقد سلبهم الحوثي كل شيء، جميعنا سلبنا كل شيء. وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع فرانس بريس تحت عنوان الحوثيون يعلنون مقتل 14700 متمرد يمني في معارك مأرب منذ حزيران يونيو. قتل نحو 14700 متمرد يمني منذ حزيران يونيو خلال المعارك مع القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية في محيط مدينة مأرب آخر معاقل السلطة في الشمال، حسب مسؤولين في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء الخميس. كذلك قتل 1250 مقاتلا في القوات الموالية للحكومة في الفترة ذاتها في المعارك الضارية حول المدينة الاستراتيجية الواقعة في محافظة غنية بالنفط تحمل الاسم ذاته، وفقا لما أفاد به مسؤولون في القوات الحكومية. وشن الحوثيون المدعومون من إيران العام الماضي حملة باتجاه مدينة مأرب للسيطرة عليها، لكن المعارك توقفت عدة مرات إفساحا في المجال أمام المفاوضات السياسية. وصعد المتمردون حملتهم في شباط فبراير الماضي، ثم أعادوا إطلاقها بزخم في حزيران يونيو دافعين بآلاف المقاتلين نحو الجبهات. وقال أحد المسؤولين في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء وكالة فرانس بريس إن الغارات التي يشنها تحالف عسكري بقيادة السعودية والمعارك أدت إلى مقتل 14700 مقاتل حوثي منذ منتصف يونيو الماضي، وأكد مسؤول آخر الحصيلة، ونادرا ما يكشف الحوثيون عن خسائرهم. إذن لمناقشة هذا الموضوع وغيره من عناوين الصحف أرحب بضيفي من القاهرة الصحفي محمد المخلافي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك وبجميع جماهير قناة اليمن اليوم. كما هي تحية لمن سينضم إلينا عبر الهاتف. وقبل النقاش نتوقف عند هذا الفاصل القصير. أستاذ محمد، خسائر مهولة في العدد لميليشيا الحوثي كما جاء في الخبر، 14700 مقاتل منذ يونيو الماضي. أيضا التحالف العربي يتحدث بأن هناك أكثر من 27000 مقاتل قتلوا في محافظة مأرب منذ بداية العام الماضي. إلى أي مدى من خلال هذه الأرقام أصبح اليمنيون وقودا لمعارك الحوثيين ضد اليمنيين أنفسهم؟ السؤال يحمل نوع من الشجن يعني، وهذا هو المؤلم في الموضوع، أنه هذه الأرقام المهولة أصبحت عبارة عن قربان لممولي الحرب، تحديدا الحوثيون يتفاخرون بهذه الأرقام أمام الإيرانيين.
في حقيقة الأمر أنه من ينظر إلى الوضع اليمني ومن ينظر إلى الملف اليمني، وعندما نتحدث أيضا عن الطرف الذي يقف مع الجانب الشرعي، مع الديمقراطية، مع حقوق اليمنيين، مع الكرامة، ينظر إلى هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى هذه المناطق ويتم التضحية بهم ويتم التضحية بهذه الأعداد المهولة على أنهم خسارة على الشعب اليمني بشكل عام، بينما ترى أن الحوثي يطلب من الناس إنجاب المزيد من الأطفال، وأن كل أسرة يجب أن تضحي بأحد أبنائها، وأن كل أسرة يجب أن تنجب 10 أطراف مثل ما جاء في بعض الإعلانات وبعض العناوين التي أطلقها قادة ومشرفي الحوثي. يعني ينظر إلى الحرب على أنها أعداد تقدم، وعلى أن الشعب اليمني هو عبارة عن مصيدة فئران لتجريب المزيد من هذه المعارك والمزيد من هذه الأسلحة، وهذا أمر مؤسف جدا ويحز في النفس أن يتحول هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب في الأخير هم أبناءنا، إخواننا، زهرة المجتمع اليمني، يفترض أنهم الآن في الجامعات، في المدارس، والعملية برمتها مرتبطة ببعضها البعض. تجنيد هؤلاء الآلاف من الشباب ومن الأطفال هي عملية تراكمية تبدأ بقطع مرتبات الناس، تحويل الأسر من أسر متوسطة الدخل ومتوسطة المستوى في المجتمع إلى أسر فقيرة وبحاجة إلى أي مصدر دخل، وبالتالي الدفع بأبنائها إلى سوق العمل. للأسف هؤلاء الأطفال لا يجدون ما يسد رمق أسرهم وآبائهم وأمهاتهم في البيوت. الوضع العام يصبح يعني حتى في الجانب النفسي يصبح الشاب أمام أو الطفل أمام أبواب مغلقة تماما، لا يجد عمل، لا يجد أي سبيل للعودة إلى المنزل بشيء يساعد أسرته، فيذهب إلى هذه الدورات الثقافية، وهناك من يقوم بهذا الواجب على أكمل وجه، هناك لجان منتشرة في الحارات، في القرى، في النواحي، ويعملون على يعني تجنيد هؤلاء الأطفال، بينما في حقيقة الأمر أن هذه خسارة بشكل عام على جميع أبناء الشعب اليمني. وأنا بشكل شخصي جلست مع يعني مقاتلين من على الميدان سواء في مأرب أو بقية الجبهات، والله أنهم يشعرون بالقهر مع كل نفس تزهق من الطرف الآخر، لأنهم يرون أن هؤلاء هم من أبناء قراهم، ويرون أن هؤلاء من أبناء حاراتهم، بل أنه أحيانا يعني قد يصادف أن يلتقي الأخ بأخيه في الجبهة، والعملية هي عملية غسل دماغ، والتضحية تأتي من أجل، مع كل أسف، يعني أن يذهب الناس إلى مرحلة العبودية ومرحلة أن السيد والهاشمي هو كل شيء ويجب أن يكون له كل شيء في اليمن. نعم، اسمح لي هنا أن أشرك معي عبر الهاتف العقيد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي لمحور تعز. سيادة العقيد، مرحبا بك. حياك الله أخي الكريم، كل التحية ولضيفك وللمشاهدين جميعا. الله يحييك. سيادة العقيد، هناك تطورات في الجبهة الجنوبية لمحافظة تعز من خلال سيطرة القوات الحكومية على جبل غباري الاستراتيجي ومواقع حاكمة، لو تحدثنا عن مستجدات المعارك في مديرية مقبنة وأيضا في الكدحة. أخي الكريم، معركة تعز معركة مستمرة وتخشد لها كل الطاقات والإمكانيات، ويجري توحيد الصف والكلمة والهدف باتجاه العدو الميليشياوي الحوثي المدعوم إيرانيا. أبطال تعز يحققوا انتصارات مهمة. خلال الأشهر الماضية كانت هناك تقدم بأكثر من 40 كيلومتر في مقبنة وفي الكدحة التي تتبع مديرية المعافر، وأيضا الأطراف الغربية لمديرية جبل حبشي التي تم تطهيرها بالكامل في القوز والأشروح وغيرها. وأيضا لا زالت هذه المعارك مستمرة، قد تهدأ كاستراحة محارب لكن تعود للاشتعال من جديد. وأبطال الجيش الوطني والقوات المشتركة جميعا يحققوا تقدمات ثابتة بإذن الله تعالى، ونحن على موعد بإذن الله مع النصر الكبير ومع الحسم بهذه المعركة ومع كسر الحصار الجائر
على تعز من قبل ميليشيا الحوثي، ومع فتح جميع المعابر وأيضا تحرير إقليم القناد وتحرير اليمن بشكل كامل من هذه الميليشيا المعتدية. نعم. هذه الميليشيا أخي الكريم هي أقلية ومنبوذة من كل أبناء اليمن، كل أبناء الشعب اليمني يعني مستعد لقتال هذه الميليشيات. هذه الميليشيات لا يمكن أن تحقق أي مكاسب إلا من خلال التفرق داخل الصف الجمهوري، من خلال زرع وتغذية الانقسامات والاختلافات. إذا وجدت إرادة القتال والمعنويات ووحدة الكلمة والصف والهدف تتلاشى هذه الميليشيات وتفر، وانهيارات كبيرة داخل صفوف هذه الميليشيات، ويتم التقدم وتحقيق انتصارات كبيرة وتحرير مواقع والحفاظ على الأرض المكتسبة. نعم، أرجو أن تبقى معي سيادة العقيد. بالعودة إليك أستاذ محمد، يعني كان هناك مقولة لأحد الأئمة، المثل المشهور الحجر من القاع والدم من رأس القبيلة. إلى أي مدى ميليشيا الحوثي تسير وفق هذه المنهجية من خلال عملية التجنيد لأبناء القبائل ولمختلف شرائح المجتمع خصوصا شريحة الأطفال؟ حتى نكون واقعيين في حقيقة الأمر، هنا في هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس، أعتقد أنه لم يكتفي الحوثيون بالتضحية بأبناء القبائل فقط. هناك أسر هاشمية ضحت بأبنائها حتى بشكل يعني إجباري، رغم أنها تنتمي للجماعة الحوثية، وأعتقد أنه معظم الهاشميين متعاطفين مع الجماعة الحوثية على الأقل إذا لم يكونوا معهم. لكن يعني في 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 هذا الجانب، انه هناك حتى اختلاف في قضيه القتلى والجرحى من ابناء الاسر الهاشميه مقارنه باقرانهم من ابناء القبائل، فنرى احيانا انه قد يعني يتم خوض معركه لمده ليالي من اجل اخراج جثه هاشمي من احدى الجبال في المحيطه بمحافظه مأرب او غيرها من الجبهات، بينما ابناء القبائل يتركون في يعني للعراء، للكلاب، للعوامل التعرية، دون حتى أن يتم دفنهم. وما هذه الصناديق التي تعود إلى صنعاء إلا يعني مجرد بعض ما يتبقى من هذه الجثث، وأحيانا يمنع يعني أسر هذه هؤلاء القتلى من فتح هذه الصناديق مع كل أسف يعني. وما زلنا نقول بأن هذه الحرب بشكل عام هي من أجل يعني هدف واحد، وهو الهدف الذي يعلنه عبد الملك الحوثي جهارا أمام الناس وأمام أتباعه، وهي الولاية. أعتقد أنه مهما تحدثنا عن الولاية ومهما تحدثنا عن هذا الهدف، إلا أنه لن نكون أكثر دراية من أبناء الشعب اليمني، حتى من المنتمين الآن إلى الجماعة الحوثية، أو من يعني يحاولون يعني مماهات تحركاتها في هذه المناطق، لأنهم بشكل أوضح وبشكل أكثر يعني قربا قد مورست بحقهم هذه الأساليب الطبقية المقيتة. ندرك جيدا بأنه اليمني يظل في كل الأحوال معتزا بقبيلته، معتزا بحريته، بكرامته، ولن يأتي يعني أو لن ينضم إلى هذه الجماعة إلا وقد مورس في حقه، أو سيمر عليه في يوم من الأيام، أو قد مر عليه أنه أحد المشرفين مارس عليه هذه الطبقية، ويلاحظ اليمني يعني تحديدا لديه فطرة سليمة، ولديه أيضا قوة ملاحظة على بعض الممارسات من مثلا تبادل الاحترام ما بين القبائل، ما بين الأنساب، ما بين، ويلاحظ أن هناك تمييزا واضحا، وأن الهدف الرئيسي أن يكون ابن الهاشمي وابن هذه الأسر هو المتحكم بكل شيء. نعم. وهو صاحب القرار الأول والأخير في أي شيء. نعم. إلا أنه الحاجة مثل ما قلنا، والوضع المزري الذي وانسداد الأفق، يعني الشيء المستغرب الذي كنا نلاحظه أنه كلما مرت فترة نقول بأن الناس سيبتعدون عن التجنيد من الحوثيين، وهم يرون يعني بشكل واضح أن هذه الجثث تأتي مثل ما ذكرت حتى في الخبر، يعني البعض قال بأنه هناك أكثر من 100 قتيل للحوثيين يوميا يعودون إلى تلك المناطق، أن الناس سيتعظون، لأنه في الأخير النفس البشرية، يعني حتى الحيوان عندما يرى قرينه يموت بتصرف ما يعني يذهب بعيدا عن هذا التصرف. نعم. ويمتنع عنه،
إلا أن هناك يعني آلية واضحة لتجنيد هؤلاء الناس، لتجنيد هؤلاء الشباب. لا أعتقد أن الآباء يدفعون بأبنائهم إلى هذه الجماعة. هناك يعني نوع من انسداد الأفق، هناك نوع من يعني إقفال لكل الطرق التي قد ينجو منها الشباب، أو قد يحلمون بطموحات معينة وبالتالي يهربون من ما نسميه الهروب نحو نعم. نحو الأمام، يهربون إلى هذه الجبهات ويهربون إلى هذه المعارك كالذي يذهب للانتحار من أجل التخلص من هذا الواقع المرير، وهذا ما يعاني منه الشعب الفكرة اليمني بشكل واضح، وأعتقد أن المستمع يدرك ذلك جيدا. بالعودة إليك سيادة العقيد، كنت قد أشرت في حديثك إلى أن المعركة مستمرة حتى فك الحصار وفتح المعابر التابعة لمحافظة تعز. كان هناك زيارة مؤخرا للمبعوث الأممي السويدي هانس جروندبرغ إلى محافظة تعز، أيضا بعد عملية إخلاء القوات المشتركة للمناطق المحكومة باتفاق السويد، البعثة الأممية تتحدث عن مناقشة اتفاق السويد. هل هناك تغير عسكري فيما يتعلق بفك الحصار على محافظة تعز بعد الزيارة الأخيرة لجروندبرغ؟ أخي الكريم، الشعور العام أن هناك تخاذل أممي وأن الأمم المتحدة خذلت اليمنيين وأبناء تعز على وجه الخصوص. والمبعوث الأممي طبعا وعد بفتح المنافذ الرئيسية والمعابر، ولكن لا يوجد شيء على الأرض. الميليشيا تصعد الأعمال العدائية، الميليشيا تقوم بالتلغيم، ما زالت بنقل أحجار كبيرة وردم الطرقات وتفخيخ وتلغيم الطرقات والممرات ونشر القناصات، فلا يوجد هناك أي بوادر لما تقول عن خاصة في تعز. يعني أعتقد أن الميليشيات لا يمكن لها أن تجلس على طاولة المفاوضات إلا إذا كسرت عسكريا، يعني لا الحسم العسكري، وإذا أردت السلم فاستعد للحرب، يعني بغير أن نحشر هذه الميليشيا في زوايا صعبة وبغير أن نحقق تقدمات ميدانية لا يمكن أن ترضخ للسلام. فالسلام لا يكون استجداء، هذه الميليشيا تنظر للسلام على أنه استسلام وتسليم لها، لا على أنه يعني تحقيق المرجعيات الثلاثة المتفق عليها، اللي هي القرار الأممي والمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. وبالتالي نحن طبعا في تعز وفي غيرها يعني الخيار هو خيار الميدان وخيار الحسم العسكري، وهذه الاتفاقات لم ترعها الميليشيات. رأيت كيف استغلت تنفيذ اتفاق شوكهولم لمزيد من التقدم والمزيد من الحصول على المكاسب دون النظر لمعاناة المدنيين ودون النظر للجوانب الإنسانية. هذه لا تفي بأي اتفاقات ولا بأي التزامات، تتصرف كميليشيات ليس عليها أي مسؤوليات، وبالتالي لابد من إعادة التخطيط للمعركة الوطنية، ولابد من تصحيح المعركة الوطنية وحشد الجهود لمواجهة هذه الميليشيات عسكريا والقضاء عليها عسكريا، وأن تمارس الدولة حقها باحتكار استخدام القوة والسلاح. نعم. العقيد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي لمحور تعز، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. أيضا للمزيد من النقاش أرحب بضيفي عبر الهاتف رماح الجبري، مدير المرصد الإعلامي اليمني. أستاذ رماح، مرحبا بك. أهلا وسهلا. اليوم أستاذ رماح نتحدث عن الخسائر الكبيرة في الأرواح لدى ميليشيا الحوثي، والتي يعني وفق أحد المصادر التابعة لميليشيا الحوثي يتحدثون بأنه هناك أكثر من 17,000 أو 14,000 قتيل منذ يونيو الماضي، أي خلال 5 أشهر. أيضا التحالف يتحدث أنه منذ الهجوم الحوثي على مأرب بداية العام الماضي هناك 27,000. لماذا ميليشيا الحوثي مصرة على إسقاط مدينة مأرب مهما كلفها ذلك من خسائر بشرية؟
شكرا جزيلا. أولا علينا أن نكون على يقين أن كل قطرة دم تسيل في اليمن تتحمل مسؤوليتها الميليشيا الحوثية وتتحمل وزرها وتحاسب عليها الميليشيا الحوثية، سواء كانت في صفوفها من المغرر بهم الذين تزج بهم في صفوفها أو من الطرف الآخر، لأن هذه الحرب حرب دخلت فيها الحكومة الشرعية والتحالف إجبارا، لأن هذه الحرب تفرضها الميليشيا الحوثية، والعالم يدعو للسلام والحكومة وكل الجهات تبحث عن السلام، بينما السلام من ترفضه هي الميليشيا الحوثية، وبذلك هي تتحمل مبدئيا أو كل مسؤولية كل قطرة دم. بما يخص الأعداد الكبيرة، هذا يعني غيظ من فيض، هناك خسائر كبيرة في صف الميليشيا الحوثية، هي لا تأبه بهذه الخسائر. الميليشيا الحوثية وقياداتها، هؤلاء إيديولوجياتهم وعقيدتهم وولائهم الأول لإيران، لا يأبهون لما يقدمونه أو للدماء التي تسيل أو للمعاناة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني. وإلا لو كان لديهم نوع من المسؤولية أو شيء من الضمير، كانوا على الأقل قدروا المصلحة الوطنية، قدروا معاناة الناس التي مستمرة منذ سنوات، لكن هؤلاء منزوعي كل ذلك، كل هذه القيم والمبادئ، وبذلك يتعاملون وفق مشروع إيران والمشروع السلالي والحجر من القاع والدم من رأس القبيلي. والمؤسف أن الكثير من البسطاء يتم التغرير بهم والدفع بهم لهذه الجبهات، غير مدركين هذه الحقيقة، أن مأرب مقبرة، ومثلها أيضا كل الجبهات مقبرة للميليشيا الحوثية. 14 ألف شخص خلال 5 أشهر، يعني أن هناك خسائر فادحة وإبادة كبيرة، يعني ومقابر. يعني المشكلة أن الجبال والجبهات التي كانت فيها المعارك لا تزال جثث الميليشيا الحوثية فيها. على المجتمع اليمني أن يعي هذه المسألة، وأن الرهان على أن الميليشيا الحوثية ستسيطر على مأرب رهان غير مقبول. الميليشيا الحوثية كما في سؤالك أيضا عن الأهمية الاستراتيجية لمأرب، الميليشيا الحوثية ترى أن نهاية المعركة هي مأرب، وأنها بسيطرتها على مأرب ستفرض شروطها للسلام، وأنها ستستمر في قمعها للشعب اليمني وستبقى جاثمة. لكن في حقيقة الأمر أن مأرب ليست نهاية المعركة، الشعب اليمني الرافض للميليشيا الحوثية ومشروعها العنصري السلالي الإرهابي وجرائمها، وخمس سنوات أو 6 سنوات أثبتت أن الميليشيا الحوثية لن تكون دولة، وليست مؤهلة لأن تقوم مقام الدولة أو أن تكون ممثلة لأبناء الشعب اليمني. وأيضا هناك صمود أسطوري كبير يتحقق من خلال الواقع في الميدان، بالإضافة إلى حجم الخسائر التي تتكشف، وهذا ما كشفته وكالة واحدة عن مصادر في وزارة الدفاع أو قيادات عسكرية حوثية ذكرته لوكالة الأنباء الفرنسية، تأكيد على ما يقوله الإعلام الوطني والمحلي عن الخسائر اليومية التي هي بالمئات والعشرات في صفوف الميليشيا الحوثية. وعلى المجتمع اليمني أن يعي الخطر ويتفهم هذه المسألة وينفض عن هذه الميليشيا الإرهابية. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ رماح. بالعودة إليك أستاذ محمد، هل تتفق مع ما جاء في طرح ضيفي عبر الهاتف بأن ميليشيا الحوثي مجرد أداة، وأن حربها ليس كما تردد في شعاراتها دفاعا عن الوطن، وإنما خدمة لأجندات إيران التخريبية في المنطقة؟ وهل تتحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية هذه الدماء التي سفكت، لأنه في النهاية القاتل والمقتول يمني، وكان بالإمكان استغلال هذه الدماء في إصلاح البلاد أكثر من أن يكونوا أدوات لمشروع الموت؟ اولا تحية للزميل الاستاذ رماح الجبري، وكل تاكيد انا لا اعتقد اني اتفق معه لوحدي. ابناء الشعب اليمني باتوا يدركون هذا الامر تحديدا بعد، يعني حتى من كان ضد هذا الامر بعد دخول ايرلو الى صنعاء والجولات التي يقوم بها داخل المنشآت المدنية، وهو قيادي عسكري طبعا في الحرس الثوري الايراني، وهو ايضا كان المشرف العسكري على
المشروع الإيراني داخل اليمن منذ وقت مبكر جدا، وكان يعني الرجل المكلف في لبنان باستقبال القيادات الحوثية، وبالتالي تم إرسال لهم أستاذهم وأيضا مشرف عليهم وتسليم العاصمة صنعاء لهذا الرجل، وأيضا هذا الأمر وضعهم أمام حرج كبير مقابل من اقتنعوا بأن الحوثيين عبارة عن حركة مقاومة وطنية كما يدعون، وبأنهم أيضا عبارة عن محور مقارع لإسرائيل وأيضا للاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين. أعتقد أن اليمن في عهد الحوثي أو ضمن إطار المشروع الحوثي عبارة عن مخزون بشري كبير، وهذا ما لاحظته أيضا إيران خلال الفترة الأخيرة وخلال الحرب اليمنية. كان في البداية يخطط لليمن بأن تكون الميليشيات الحوثية فيها عبارة عن نسخة يعني رديئة من حزب الله اللبناني على حدود المملكة العربية السعودية، مثل أن حزب الله يعني زرع على حدود إسرائيل يعني لعملية استفزاز وعملية أيضا نوع من المقايضة بهذه الأوراق في مفاوضات إيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بعد ذلك تم اكتشاف بأنه الاستراتيجية الحوثية مع كل أسف من خلال الخلاف الحاصل في الصف الجمهوري أو صف مناوئيها على الطرف الآخر هي المشروع الأكثر نجاحا يعني أو النموذج الأكثر يعني استغلالا من قبل إيران والأكثر فائدة أكثر حتى من حزب الله. يعني حزب الله حتى اليوم ما زال يتلقى التبرعات ويتلقى أيضا الدعم المادي من إيران، وهذا أمر مكلف لإيران، ويلاقي أيضا نوع من المعارضة داخل شعبيا داخل إيران، لأنه الوضع صعب اقتصاديا في إيران، وبالتالي الشعب الإيراني يرى أن عائدات البترول تذهب إلى حركات عسكرية هنا وهناك. لكن الميليشيا الحوثية أو شيعة الشوارع كما يسميها الإيرانيون وقادة الحرس الثوري تحولوا من طرف مدعوم إلى طرف داعم. هناك أموال تذهب إلى إيران، هناك أموال تذهب إلى حزب الله من داخل اليمن، هناك أموال يعني أرقام مخيفة يتم تحصيلها من الناس من هذا المخزون البشري. والاقتصاد غالبا يعني عند من يدرك أهميته ويدرك أيضا خباياه و التفاصيل الدقيقة فيه، أنه كلما كانت الدولة يعني عدد سكانها أكبر يمكن أن تكون الفائدة الاقتصادية من تحصيل الأموال من هؤلاء من هذه الكتلة السكانية الكبيرة أكثر وأرقام أكثر. فتحول الشعب اليمني إلى مجرد أصفار من الأموال ومن أيضا عمليات التجنيد التي يعني يتفاخر الحوثيون اليوم بأنه هناك 15,000 قتيل على حدود مأرب. نعم. بالتالي نعم. مسألة أن الحوثيين عبارة عن مشروع إيراني في اليمن أعتقد أنه لا يوجد أي جدلية، ومسألة أنه تحولوا إلى أداة وبأن الأفراد هؤلاء الأفراد جميعا الذين يذهبون للموت على حدود مأرب وعلى حدود بقية الجبهات وهم يظنون بأنهم يقاتلون الإسرائيلي والأمريكي كما يتحدث الإعلام الحوثي داخل اليمن، يعني يكتشفون مع كل أسف بأنهم مجرد رقم بسيط على كشوفات الحوثيين، وهذه الكشوفات تذهب نعم. إلى طهران للقول بأنه استطعنا أن نضحي بعدد كبير ونعدكم بالمزيد. والخوف من المستقبل اليمني بأنه الإرادة التي تقول بأنه الحرب في اليمن يجب ألا تنتهي هي من أجل هذا الهدف، أنه إيران بحاجة إلى يعني أعداد كبيرة من المقاتلين في الجزيرة العربية، وأعتقد أن الخليج بات يدرك هذا الأمر بشكل كبير. يعني لولا أن هناك نوع من التخبط في الملف اليمني إلا أن هذه الحقيقة كانت يعني واضحة منذ البداية، تحديدا في المناطق الشمالية عندما يتحدث مع كل أسف بعض النشطاء الخليجيين بأنه علينا أن على الأقل أن نحافظ على الجغرافيا الجنوبية الممتدة ونترك المناطق الشمالية للحوثي، وهذا ما تريده إيران أصلا في اليمن. نعم. لأن المناطق الشمالية هي نعم. المخزون البشري الأكبر داخل هذه الجغرافيا. البرنامج فقط أن أختتم بسؤال لضيفي عبر الهاتف الأستاذ رماح الجبري. أستاذ رماح، هل الحرب يعني شر لا بد منه، خصوصا أنه يعني الكثير من المبادرات قدمت لميليشيا الحوثي
مبادرة أممية ومقترح أمريكي ومبادرة سعودية من أجل وقف الحرب، لكن زعيم الميليشيا خرج بخطاب وقال بأن الحرب مستمرة وفي كافة الجبهات. هل هذا معناه أن الحرب ستظل مستمرة ونزيف الدم اليمني سيظل مستمرا جراء تعنت وتصعيد ميليشيا الحوثي؟ أخي العزيز، الحرب أحيانا قد تكون عملية جراحية قصيرة وقد تطول، ولكن بالنسبة للميليشيا الحوثية مثلها مثل السرطان الذي ينخر الجسد وتستمر المعاناة ربما لسنوات، وإذا ما تم استخدام مختلف أنواع الأدوية ومنها الأشعة التي تستخدم بشكل كبير للسرطان سيتمكن الجسم ويهلكه. لا، هذه الميليشيا الحوثية سرطان تنخر في جسم اليمن، وإعادة والعلاج سيكون طويلا وقويا وسيتضرر منه الكثير، لكن لا يعني أن إنهاء الحرب أن تسلم اليمن لإيران أو تسلم الميليشيا الحوثية بتبعيتها لإيران وبمشروعها الطائفي لكي تتحكم برقاب اليمنيين. اليمنيين الذين عاشوا سنوات من الحرية والكرامة ومنذ عام 62، واليمنيين هم أصحاب القرار يناضلون ضد العنصرية والإرهاب السلالي، ليأتي اليوم الحوثي بهذا المشروع ليعيده من جديد. لا أعتقد أن أحد يمكن أن يقبل لأن يبقى مواطن درجة ثانية أو أن يبقى تبعا للسيد أو أداه لهذا المشروع السلالي. الحرب باعتقادي أنها مستمرة سواء بوجود الشرعية بوجود التحالف أي إن كان، اليمنيين رافضين تماما للمشروع السلالي الحوثي ومستمرين في مواجهته بكل الوسائل أي إن كانت، حتى وإن تمكنت الحوثي، وإنما هي الحرب هذه الحرب جولة من جولات الحرب ضد هذا المشروع. وخلال السنوات الماضية يعني تكشفت الكثير من الحقائق مثل للشعب اليمني. الميليشيا الحوثية دخلت العاصمة صنعاء وهي تنادي بمكافحة الفساد وإسقاط الجرعة وتطفيء مخريات الحوار، وانخدع بهذه الشعارات الكثير، ولا يزال هناك المواطنين من ينخدعون بهذه الشعارات. الميليشيا الحوثية لا تزال تستخدم آلة لخداع وتضليل المجتمع اليمني ومحاولة جره واستخدامه كأداة لتحقيق مشروعها وتحقيق مشاريع إيران. خلال سنوات تكشفت الحقيقة، تكشفت حقيقة الميليشيا الحوثية كجماعة ومنظمة إرهابية، كجماعة أيضا عنصرية، كجماعة فاسدة لا يمكن أن تكون دولة. كثير من الحقائق أصبحت واضحة للرأي العام، والحرب وباعتقادي أن الكفة لصالح الشعب اليمني، لأننا خبرنا هذه الميليشيا الحوثية وتعاملنا معها، ولن تكون مثلا اليمنيين ولن تجبرهم على البقاء تحت سلطتها. رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي اليمني، أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفي عبر الهاتف، والشكر موصول لضيفي من القاهرة الصحفي محمد المخلافي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا ولكل المتابعين وأيضا لضيوفك الكرام. كما هي دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، في أمان الله.